غير باش 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 نزيد ناكد لك بانه المغرب غير باش ماشي غير كرويا وملاعب حتى كذلك في مجال الاعلام فرا الوفد الاعلامي اللي مشى لاكو ديفوار تكلم معك اسماعيل هو اكثر من اللي كيف جوج منتخبات سي اسماعيل الا تكلمنا على الوفد الاعلامي المغربي اللي كاين هنايا هي بكل صراحه اكثر القيل والقال سي اسماعيل حيت كنشوف بعض الصفحات سماحهم الله كينتقدوا الوفد الاعلامي اللي كاين هنايا واللباس الموحد اللي جينا به هذا بالعكس كيشرف المغرب وكيشرف الدوله ديالنا سي اسماعيل فاش كنشوفوا انه وفد اعلامي اللي كبير اللي تقريبا 120 واحد كيتراسوا دريس حتان سي دريس حتان رئيس الوفد ومدير ديال جريده شوف بي في هي بكل صراحه كانوا مشاكل مي ماشي مشاكل كبيره سي اسماعيل راه باش تجيري ان جروب ديال 120 واحد راه ماشي سهله ثلاثه المنتخبات ثلاثه المنتخبات وجميع بكل صراحه بكل صراحه سي اسماعيل الا تكلمنا على الوفد الاعلامي المغربي شنو هو الجميل في الامر فيها سي اسماعيل انه كيتكون من رواد سي اسماعيل فاش كنتكلموا على رواد الصحافه المغربيه مصطفى طلال حسن فاتي حسن حريري دريش حتان مجموعه من الرواد اللي عندهم اسم رنان سي اسماعيل في الصحافه المغربيه وكذلك هناك شباب سي اسماعيل الشباب اللي سبق لهم داروا تغطيات لمجموعه من التظاهرات العالميه مثلا كوب دافريك في مسار مثلا كاس العالم وكاين شباب اللي يلاه جاي اول تغطيه ديالو هذا هو الوفد الاعلامي المغربي شي كيكمل شي سي اسماعيل وبخصوص جميع اسماعيل سيوب شحال اللي حنا الكلام الذي يقال بخصوص الوفد الاعلامي بخصوص الوفد الاعلامي المغربي لا اساس له من الصحه اخويا اسماعيل بالعكس الوفد الاعلامي المغربي هنايا جالس اقامه جيده جالس ظروف جيده جالس جميع الامور متوفره للوفد الاعلامي هذا الشيء يشكر للناس اللي فكروا في هذه النقطه سي اسماعيل انهم يجيبوا وفد اعلامي ديال 120 واحد سي اسماعيل ويكون لباس موحد تكون امور موحده اللي غتعطي صوره جميله وصوره ايجابيه للبلاد ديالنا بخصوص الاعلاميين سي اسماعيل واخا ماشي حنا اللي كنلعبوا سي اسماعيل مين انا شرى حنا كنوصلوا الخبر كننقلوا المعلومه راه ديال بحال لاعبين سي اسماعيل بحال لاعبين مع المنتخب بطبيعه الحال بطبيعه الحال السيوب راه ماشي كلشي عنده ماشي كلشي عنده القنوات الناقله كاين اللي ما عندوش كاين اللي عز عليه يسمع ما باغيش كاين انسان اللي خصو توصل المعلومه بالسمع اللي ربي ما خل ما عطاش الاشياء اشي عادي كاين اللي خصو يقرا هادشي كله عادي غير سايوب وباش من كذلك هذا الموضوع انا سمعت هاد الاشياء وصراحه شوف وفد في 120 ولا 103 140 شخص 140 شخص 140 شخص اربعه المنتخبات دابا وليتو السايوب راه باش تمشي اربعه ولكن باش واحد النقطه انا لعبت في افريقيا وفي الادغال الافريقيه كنا كنبغيو الصحافه السايوب تكون عنده واحد التصويره باش نديرو عليها كيف ما تنقولوا نتقدموا بواحد الظلم او الاشياء ما كانش هادشي ما كانش هادشي السايوب الان حاليا انا غنتكلم لك سي اسماعيل على الوفد الاعلامي المغربي وبلا ديطاي سي اسماعيل فاش كنتكلموا على الوفد الاعلامي المغربي انا مدارك من مطار محمد الخامس اللي كنا جايين لكوت ديفوار فاش دخلنا سي اسماعيل مطار محمد الخامس راه حتى الصوره اللي كتشوف بعينك صوره جميله سي اسماعيل بطبيعه الحال كتشوف جميع الصحفيين لابسين لباس موحد جميع الصحفيين طلعوا للطائره وفاش توصلنا للمطار ديال ابيجون سي اسماعيل لقينا حافلات كتسنى فينا جينا للحافلات من الحافلات سي اسماعيل داونا ديريكتومون المكان ديال لي زاكريديتاسيون خدنا لي باج ديالنا خدنا لي زاكريديتاسيون ديالنا ومن تما كل واحد داو مقر الاقامه ديالو سي اسماعيل حيت هناك بعض الكلام الذي يروج سي اسماعيل في بعض الصفحات سماحهم الله انا ما عرفتش شنو كيجيبوه سي اسماعيل بكل صراحه هناك بعض الكلام اللي كيروج لا اساس له من الصحه هذا الكلام سي اسماعيل كيعطي لاعداء الوطن فين يضربونا بالعكس حنا راه خوتكم مغاربه حنا مغاربه هنايا لخدمه الوطن وباش نعطيو صوره جميله على الوطن ديالنا سي اسماعيل وباش نوصلوا واحد الرساله للشعب المغربي يقدر يكون حسابات شخصيه عرفتي علاش نقول لك حسابات شخصيه بغاو سي اسماعيل يضربوا الوفد الاعلامي لان رئيس الوفد الاعلامي يا سي اسماعيل هو دريش حتان عنده لي بوا عنده وكما كتعرف عنده عداوات مع الجاره ديالنا حنا غنرجعوا الجاره سي اسماعيل عاوتاني الجاره باغا تضرب هاد الوفد الاعلامي سي اسماعيل باش يخسروا الصوره ديال المغرب ولكن لله الحمد الحمد لله الصحفيين هنا والاعلاميين هنا دايرين عمل كبير سي اسماعيل كما قلت لك رئيس الوفد واللي معاه سي اسماعيل مكلفين بكل صراحه عمرنا اتصلنا بهم سي اسماعيل عمرنا دقينا بابهم ورجعونا عمرنا مشينا عندهم خسرونا شي حاجه اي حاجه بغينا سي اسماعيل كندقوا بابهم كنمشيو عندهم كقوه متوفره نقدروا نقولوا في الاول وي سي اسماعيل
كانوا شويه المشاكل شيء عادي السيوب، شيء عادي، شيء عادي يا سي اسماعيل، شيء عادي كما مشيتي. راه قلت شي 140 راه 140 السيوب، 140 شخص، راه 140، راه 140 10 الناس راه ما تقدرش ترضيهم السيوب. حتى السي اسماعيل فاش كنكونوا غادي في الحافلات راه منظر جميل السي اسماعيل، كنهبطوا كاملين في التيران كاملين، كنمشيو لباس موحد، كنمشيو نديروا خدمتنا، كندخلوا لا كونفرنس دو بريس، كنمشيو للملعب كنخطيو المباراه، كنعاودوا نخدموا السي اسماعيل، كنعاودوا نرجعوا كاملين في مجموعه مقر اقامه. وهذا غيخلي السي اسماعيل كيعطي صوره رائعه وصوره جميله، وهذا الشيء غيخلي كذلك على بلادنا حنا المغرب. السايوب هذا غيخلي غير تجربه طبيعه الحال، غير هذا الشيء غيخلي السايوب هو انه حتى الصحافي يبدا يجيد من المجهود ديالو ويمشي يقلب على المعلومه من المصدر ديالها، العكس بانه يدير ليها كوبي كولي ويلوحها. فاش كتكون جميع الامور السي اسماعيل موفره ليك باش تخدم على ما بغيتيش تخدم، هي بكل صراحه في اللحظه اللي كندوي معك فيها دابا السي اسماعيل جميع الامور متوفره السي اسماعيل، وهادشي اللي بغينا السايوب، هادشي اللي بغينا. اللي كاينين هنايا السي اسماعيل، جميع الصحفيين اللي كاينين هنايا السي اسماعيل بكل صراحه كيساعدوا بعضياتهم، هذا هو الجسم الاعلامي المغربي، هادو هما المغاربه السي اسماعيل، اما الاعداء السي اسماعيل اللي كيبغيو يضربوا هذا وكيبغيو يبخسوا هذا المجهود السي اسماعيل وكيبغيو يخسروا الصوره ديال المغرب، ما عندهم ما غيصوروا بكل صراحه. ونقولها ونعاود نقولها، انا واحد من الوفد الاعلامي اللي كاين هنايا في سان بيدرو الايفواري السي اسماعيل، جميع الظروف جيده وملائمه السي اسماعيل باش نقوموا بالعمل ديالنا، كما قلت لك سابقا السي اسماعيل ما كاينش شي مسؤول هنايا السي اسماعيل، دقينا بابه ولا شي مسؤول السي اسماعيل، مشينا عنده وقلنا له اش خاصنا واش خاصنا واش خاصنا وما وفرش لينا. وهذا هو تكون لمده طويله حيت نظرا للانفراستركتور ديال مدينه سان بيدرو، حيت كما كتعرف السي اسماعيل مدينه سان بيدرو مدينه صغيره، صغيره بزاف جميع الامور، صغيره 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 بزاف جميع الامور. مي السي اسماعيل باش غيبقاو معاك سهرانين حتى تسكن انت وحتى ترتاح انت وحتى تحط حوايجك انت وحتى تاس طالع على خاطرك السي اسماعيل، كما قلت لك يرفعوا لهم القبعه السي اسماعيل، وكنشكروا جميع الناس السي اسماعيل اللي كانت عندهم هذه الفكره ان الوفد الاعلامي يجي موحد ويجي باش يخدم السي اسماعيل بلاده ويعطي صوره جميله على البلاد ديالو السي اسماعيل. وهذا الشيء اللي كنتمناو السي ايوب، وشكرا السي ايوب اللي كنتي المراسل ديالنا من سان بيدرو. النقطه الاخيره السي اسماعيل اللي ما يمكنش ندوزها الا سمحتي لي نتكلم، تفضل. هما الجماهير المغربيه السي اسماعيل، الجماهير المغربيه اللي هنا بكل صراحه اسماعيل، انا نتكلم معك بالدارجه كتبورش السي اسماعيل، فاش كتشوف ان مغاربه جايين، كاين اللي جاي اسماعيل بدراجه هوائيه جاي بيكالا، شفتها هذاك هو اللي انا منين جبت الجمهور هو اللي كنت باغي نجبد لك بالضبط السي ايوب، هو اللي مشى بدراجه. شنو الصعوبه اللي لاقين الناس اسماعيل؟ ان مدينه سان بيدرو ما فيهاش الايواء، ما فيهاش الاقامه فين غتسكن بزاف، كيجيو يحضروا اليوم المباراه وكيرجعوا حتى لمدينه ابيجو باش يسكنوا، صافي هذاك واحد 400 ولا 450 كيلومتر باش يتفرجوا في المغرب ويشوفوا المغربي. وانا قلت لك السي كرا سان بيدرو ما كاينش رغم الرطوبه، ما كاينش الحراره ورغم الرطوبه، باش كتكلم معاهم السي اسماعيل كتلقاهم فرحانين جايين بحب، كاين الناس هنا اللي تصادف معاهم السي اسماعيل جايين من امريكا، كاين الناس اللي تصادف معاهم جايين من امريكا الشماليه مغاربه مغاربه جايين مقيمه في جميع انحاء العالم جايين باش يشجعوا المنتخب الوطني. طبيعة الحال السي كنتكلم لك على الجاليه المغربيه الايفواريه اللي كاين هنا، المغاربه المقيمين في ابيجو، خاصه ابيجو سي اسماعيل، راه كيتحداو السفر، كيتحداو الهيا الحراره باش يشجعوا سي اسماعيل، وجاوب اعداد غفيره اللي شجعوا المنتخب الوطني، وهادشي كما قلت لك سي اسماعيل كيعطي صوره جميله للمغرب ديالنا، وكيخلينا معروف سي اسماعيل بالتآزر ديالو والاتحاد ديالو، وخير دليل سي اسماعيل اللي غنتكلموا على التآزر والزلزال الحوز، شفنا المغاربه كيفاش تضامنوا مع خوتهم، شفنا المغاربه كيفاش كانوا رجاله سي اسماعيل، وهادشي معروف علينا سي اسماعيل، واحد ما يقدر يحيدوا لينا سي اسماعيل، سواء جارات السوق سواء جارات السوسه، هذاك الشيء كيبقى ديالهم سي اسماعيل. حنا مغاربه حنا شادين الطريق الطريق الصحيح سي اسماعيل، وغادي مزيان وان شاء الله ربي غيكملوا كما قلت لك سي اسماعيل، انا متفائل جدا اننا غنحققوا اللقب في هذه الدوره ان شاء الله. ان شاء الله السي ايوب، لانه الا حققنا اللقب السي ايوب في هذه الدوره نكون متاكد باننا غنحافظوا على اللقب في سنه 2025 كذلك السي ايوب في الارض ديالنا، وغنكونوا حنا الممثلين باش ما تسماش هذيك حتى كنضموا عاد كنديو السي ايوب. شكرا متبادل السي ايوب اللي نورتينا، والمراسل من بعود ديال لوسات تي في من سان بيدرو، ونتمنوا حد موفق للاسود الاطلس في المباراه القادمه امام الكونغو الديمقراطيه. شكرا السي ايوب، وحسن الشرف انني نكون معك السي ايوب.